وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد خالد بوغيس المكلف بتسيير إدارة الثقافة المرورية في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية. أهلا بك معنا في نشرة الثالثة. بداية، ما هي الجهود التي تبذلها الإدارة العامة للمرور لرفع الوعي المروري لدى طلاب المدارس؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر لكم الاستضافة ونتمنى دائما جهود تلفزيون البحرين على إبراز أهم جوانب التوعية التي تسعى إليها الإدارة العامة للمرور من خلال خطتها الاستراتيجية الشاملة اللي من ضمنها التوعية المرورية ونقل الثقافة المرورية لخلق جيل آمن إن شاء الله، والتي تأتي أيضا بدعم سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية. لعل يمكن أهم الجهود ما تطرقتم له من خلال التقرير واستفادة أكثر من 36 ألف طالب وطالبة من جميع المدارس الحكومية والخاصة وحتى رياض الأطفال بتوعية أو محاضرات التوعية المرورية، وكان هذه بالتعاون طبعا مشكورة مع وزارة التربية والتعليم، ويأتي ذلك ضمن أيضا الجهود للأمن والاستقرار في النهاية لتحقيق السلام المرورية للجميع على الطريق العام إن شاء الله. نعم، ما هي المشاريع التي تقدمها إدارة الثقافة المرورية في هذا الجانب؟ لعل يمكن من خلال ثلاث مشاريع تستهدف ثلاث شرائح عمرية تتمحور في يمكن المشروع الأول اللي هو مشروع التوعية المستمرة لطلاب المرحلة الثانوية، ومن خلال هي تم تهيئة أبنائنا الطلبة والطالبات تهيئتهم قبل الحصول على رخصة القيادة، وذلك من خلال أهم القوانين المرورية وتسليط الضوء على السلوكيات التي تؤثر على السلامة المرورية. المشروع الثاني يأتي اللي هو العبور السليم والفئة المستهدفة أيضا أبنائنا للمرحلة أو الحلقة الأولى من المرحلة الابتدائية، يتم تعريف الأطفال بكيفية العبور الآمن حتى نخلق جيل واعي كيف يستخدم الطريق بصورة آمنة. وآخر وليس أخيرا هذه المشاريع طبعا مشروع اللي هو النقل السليم، وينال أو يختص برياض الأطفال وأبنائنا الأطفال والطرق الآمن للتنقل عبر الحافلات، خاصة كيفية التصرف الآمن أثناء النزول من الحافلات، وكيفية التصرف أيضا إذا تم لا قدر الله تم نسيانة الحافلة، وأيضا في المقابل أيضا يتم نقل الثقافة لسواق الحافلات كيف يتم التأكد من سلامة الأطفال أثناء نقلهم وعبورهم، أيضا أثناء التأكد من الحافلة أن هي خلت من أي طالب وطالبة أثناء نزولهم إن شاء الله. نعم، أيضا ما هي النتائج أو ما هي يعني الأهداف المتحققة من تنفيذ مثل هذه المشاريع؟ لعل العنوان اللي جاء به سيدي سعادة مدير عام الإدارة عام المرور بمناسبة هذه الفعاليات اللي هي سلامة أبنائنا الطلبة أولوية الإدارة العامة للمرور، هو خير معبر على إدراك الإدارة العامة للمرور ونهوض مسؤوليتها في تحقيق السلامة المرورية وزرع الثقافة المرورية لدى النشء من الأطفال على أسس صحيحة. لعل أيضا شركاء السلامة معنا من كافة الجهات الحكومية والخاصة وأيضا أفراد المجتمع ينهضون معنا في إبراز هذه المسؤولية، وأيضا ما يقع على أولياء الأمور من دور، يعني تعلمون أن أولياء الأمور هم يعني من يقرص النص والتوعية بالعبور الآمن وتبصرت أولياءنا الطلبة من مخاطر الطريق لأنهم اللبنة في التوعية والنص والإرشاد، وبخاصة صغار السن يعني طبيعتهم الفطرية مندفعين لا قدر الله، وبالتالي دائما نتمنى من خلال هذه البرامج جيل آمن وأيضا سلامة مرورية للجميع إن شاء الله. نعم، الرائد خالد بوغيس المكلف بتسيير إدارة الثقافة المرورية في الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.